بعد تأكيد إصابة طالبة دراسات عليا كانت مقيمة في إيران، المعنيون في خلية أزمة الديوانية أعلنوا على الفور حالة استنفار قصوى، لكن هذا لم يمنع من يعتمد على مصدر دخل يومي من الخروج وممارسة عمله من أجل عيش أسرته رغم فرض حظر التجوال ليوم واحد من أجل تعقيم كل الأماكن المزدحمة. فيروس منتشر المدية، شلون طالع؟ طالع عشت. ليش؟ عيش جهالي، جهالي ما عندهم فلوس. حالتنا تعبانة. اكو مرض، اكو فيروس، انت شلون طالع؟ اي والله. اي شلون طالع؟ ليش طالع انت؟ طلعت على مود العيشة، لقمة اريد لقمة حلال. يعني فلس ما عندي بجيبي، والله العظيم. يعني اذا ما طلعت بالعربانة ماكو فلوس. ماكو فلوس، يعني ماكو، ما اعيش. ومنهم من طرح رؤيته لنا بخصوص الفيروس وتحدث على أنه سياسة إضعاف اقتصاد دول معينة أكثر مما هو مرض، وأصر على بسط بضاعته أمام المارة علّه يحصل على أي مردود. مرض وخطر، هاي دول عالمية سوتها، أمريكا سوتها، يجوز على مود الاقتصاد الصيني، أكو عندهم شوية عداوة ويا الصين فطلعوا هاي. زي ليش هسه الصين يعني قضت عليه، وأكو دول متجاورة يم الصين، يعني 6 دول 7 دول صفوا الصين. زي ليش ما انصابت بهذا الفيروس بس اجت الايران ورأسا تحولت للعراق؟ وحتى نكون دقيقين في نقل الحدث، الساعة الآن هي 11:30 صباحا بتوقيت الديوانية، والمواطن يتساءل عن عمليات التعقيم التي أعلنت عنها خلية الأزمة في المحافظة يوم أمس، والتي من أجلها تم الإعلان عن فرض حظر التجوال لعموم المدينة، بالإضافة إلى إعطاء عطلة رسمية لأغلب الدوائر ما عدا الخدمية منها. آخرون ومن كبار السن تحديدا تعودوا أن يرتادوا المقاهي وتحدثوا لنا وبشكل فكاهي على أن سبب خروجهم من منازلهم هو للتخلص من ضغوط أسرية ووقايتهم تركوها للباري في ظل ضعف الإجراءات الوقائية. مرة جيب هذا وجيب ذاك وجيب الطماطة وجيب هذا وظلنا على. يعني رحت معتها جت لنا؟ إيش أسوي؟ والله حتى لو تمرض طقت روحنا هناك. والله نزل عائلة تقرا. ممنوع واحد يطلع. ما تقدر تصبر، والله ما أقدر. ما اقدر غير لازم تطلع. اي والله لازم اطلع ابد. وعلى لو تقول السلسله هم اطلع. مؤتمر قيل لنا عقده في 12:00 ظهرا اضطررنا للانتظار طويلا وتجاوزنا الوقت المقرر، وتحملنا بعدها ضيق مكان عقد المؤتمر وحبس الانفاس حتى وضحت لنا خليه الازمه بان الاجراءات هي صحيه وليست قطعا للطرق، والاصابه ينتظرون وصول نتائج عيناتها من بغداد. وهذه الحالة أيضا هي كانت من قادمة من إيران، دراسة لفتاة تدرس دراسات العليا، وتم طبعا الاحتراز عليها الآن في المكان المخصص. أصدرنا عدة قرارات في هذه الخلية لهذا اليوم. طبعا اليوم كان هو حظر تجول، الغرض من عنده تعفير المدينة لأنه الحالة متواجدة في البيت، يعني موجودة هي أصلا عندنا علم وموجودة في البيت مدة 14 يوم في العراق بصورة خاصة. لا، تم تهيئة من يكون الحجر منزلي، لذلك لأن أعداد القادمين من الدول الموبوءة يعني أعداد كثيرة بالآلاف لا توجد يعني مثلا طاقة للمحافظة بعزلهم، فيكون الحجر منزلي. تكون متابعتهم طبعا من قبل الفرق من دائرة صحة الديوانية قسم الصحة العامة. بالنسبة للوافدين عندنا بالسيطرات موجودة مفارس صحية من قبل يعني احنا اعتقد المحافظة قبل المحافظات طبقنا هذا الشيء، ما يدخل اي شخص الا يفحص. صباح لم نترك سوقا او شارع الا وتجاوزنا فيه، وكل ما رصدناه ان المواطن لا يزال يحتاج وعيا صحيا ليتعامل مع المرض بشكل صحيح ولا يتهاون معه ابدا. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.